ننتقلوا من فاس ونمشيو للعاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء ونخدم معنا لالا سناء. لالا سناء صباح الخير. صباح النور. اهلا ومرحبا. الله يبارك فيك لالا سناء. تبارك الله. نهار كبير هذا. ياك ايوا شفتي يعني بلا ما طاخت وبات بريزي وسير وقاد وجمع وهذا لا داكشي تبارك الله عليها والله لازمينها. انا ومرحبا. جربها ونرد عليها. جربيها كامل غنجربوها. كامل غنجربوها غدا نقولوا لالا سناء شنو لالا ناديا شنو كاين ياكي. مرحبا. ان شاء الله نعطيك غريبه بقطعه البطاطا. غريبه بقطعه البطاطا. بقطعه ديال البطاطا. واخا. ممكن ديري فيها اربعه البيضات. اربعه ديال البيضات. كاس ديال الزيت. كاس ديال الزيت. ربع زبده. ربع زبده. ربع سنيده. ربع سنيده. رشه ديال الملح. رشه ديال الملح. كاس ديال الكوك. كاس ديال الكوك. كاس ديال الزنجلان محمر. وكاس ديال الزنجلان محمر. والطحين على حسب الخليط. اييه. الطحين المهم اللي يجمع علينا. من بعد كناخذ واحد الكاس ديال الكوك ونص كاس ديال السنيده. اييه. كنخلطهم هذا كنديرهم في واحد التفصيل كيبقاو نحتفظوا بهم. بوحدهم. اييه. حيت كنجمع الخليط كنبدا نكور، كويرة تيكونوا صغار، المهم على حساب غريبة عادية. نعم. وكنبدا نسندها في الكوك اللي فيه سنيده. اللي فيه سنيده. وكنبدا نوضع في اللاطة مدهونة. نعم. حتى كنكمل كناخذ يا إما المرشم هو راه هكا بحال الدار مربعات. نعم. هو هذيك القطاعة ديال البطاطا. اييه. كنرشم بها الحلوة الوجه. اييه. وكندخلها للفران كطيب وكتقدم بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. السر هو في هذاك الكوك مخلط مع السنيدة هو اللي كيعطي داك. كيجي مشلل. نعم. كيجي زوين من الفوق. نعم. تبارك الله عليك لالا سناء. تحية ليك وشكرا ليك. ناخذ